للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة أكسترا نيوز من غزة زميلة منى عوكل. أهلا بك منى إلى هذه النشرة. مع انتهاء المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار، كيف يبدو الوضع الآن على الأرض؟ كيف كانت ردود أفعال أهالي القطاع؟ نعم، تحياتي لك زميلتي أنجي وتحياتي لجميع المشاهدين. يعني بلا شك كانت ردود الأفعال إيجابية جدا، كان هناك شعور بالانتقال إلى من مرحلة إلى مرحلة أخرى نتيجة لما خلفته أحداث حزيران الماضي. كان هناك الكثير من الدمار في شوارع غزة، كان هناك الكثير من الأمل، كان هناك الكثير من الألم، كان هناك الكثير من العوائل التي فقدت منازلها والتي ربما تركت في الشوارع دون مأوى دون منازل. لكن بمجرد يعني الحديث بدء الحديث عن الحراك للمرحلة الأولى لإعادة الإعمار وهي مرحلة إزالة الركام، كان هناك الكثير من الأمل الذي بث في داخل العائلات الغزية التي كانت تنتظر أن يحدث حراك كهذا، حراك ينتهي ما حدث ويبدأ معها صفحة جديدة. عمليا انتهاء المرحلة الأولى من إعادة الإعمار هي مرحلة هامة جدا، تمت فيها إزالة كل الركام لمنازل تم استهدافها لأبراج سكنية تم استهدافها، حتى تم فيها يعني إصلاح بعض الشوارع التي كانت بحاجة إلى إصلاح، ويعني أيضا إعادة ترميم البنية التحتية التي كانت سبب كثير من المشاكل لشوارع الشوارع الرئيسية لقطاع غزة. كل طيب. هذا ربما لم يتجاوزه بسهولة أهالي قطاع غزة، ولكن الجميل في الامر انه يعني وما يراه الجميع ايجابيا بانه هذه المرحله تمت بسرعه قياسيه صحيح. وهنا اسالك منى عن ابرز المصاعب التي واجهت هذه العمليه، بالطبع لم تكن بالسهله. بالتاكيد لم يكن الامر سهلا، وخصوصا انه يعني كميات الركام كانت كبيره جدا، كان هناك حاجه لادخال العديد من الاليات التي فعلا دخلت ضمن الطواقم الهندسيه المصريه التي والعمال الذين دخلوا الى قطاع غزه خلال الفتره الماضيه. كان هناك حاجه للكثير من الاليات، كان هناك الحاجه لتصميم يعني الاليات التي يجب ان يتم العمل عليها والخطط التي يجب ان يتم العمل عليها لازاله الركام من شوارع قطاع غزه، خصوصا انه يعني الاحداث الاخيره خلفت الكثير من الركام الذي كان موجود في الشوارع الرئيسيه قطاع غزة، وهي شوارع لا تحتمل بأن يتم إغلاقها لفترات طويلة ولأيام طويلة. لهذا كان هناك تحدي الوقت، كان هناك تحدي المعدات، كان هناك تحدي يتعلق أيضا ب يعني ضرورة أن يتم إيجاد أماكن، ونحن نعلم بأنه يعني محافظات غزة هي محافظات قليلة، المساحات الفارغة محدودة، أيضا لا يوجد الكثير من المساحات ليتم وضع الركام فيها. هذا امر مهم جدا، وهذه تحديات اضافه الى الامكانيات المتواضعه اساسا في قطاع غزه والتي صعبت من كل هذه العمليه. اذا الزميله منى عوكل مراسله اكسترا نيوز حدثتنا من غزه، شكرا جزيلا لك.